طيب احكي لنا، خلينا نرجع لورا شويه بقى ونتكلم عن ارتباطك بالمسرح. احنا عارفين انت بتحب المسرح بشكل كبير جدا، وبتهيألي انه اي فنان بدايته الحقيقيه بتبقى من المسرح، وان هو طالما بيحب التمثيل فهو يعني بالنسبه له ان المسرح ده اصعب مرحله، يعني يمكن هو ابو الفنون كلها. طبعا احكي لنا بدايتك كانت عامله ازاي مع المسرح؟ بدأت أول ما أمثل مثلت مسرح، طبعا مسرح المدرسة، وبعدين مسرح الجامعة، وبعدين أسر الثقافة، وبعدين مسرح مستقل، وبعدين كل أنواع المسرح اللي ممكن تتخيليها مثلتها. لأن أنا بحب المسرح لأنه رد الفعل الإيجابي ده، أو رد الفعل اللحظي، رد فعل سريع لحظي، مفهوش مجاملات. يعني يا الناس تبقى مبسوطة يا ما تبقاش مبسوطة، ما لهاش حل تاني. يا خرجوا من العرض بقى، ولا يا خرجوا من العرض ومشي. كان دايما شويه، كان حد لما حد يكلمني على جسمي يقول لي انت لازم تتخن شويه، انت لازم تبقى عامل فورمه مش عارف ايه. فكنت دايما اقول له ان جيم الممثل هو المسرح، يعني تعالى اتفرج عليا في المسرح هتشوفني انا اقدر اتلون بجسمي ازاي. مش جسمي او شكلي هو اللي هيخلي الناس تحبني او ما تحبنيش، انا اقدر اعمل حاجات مختلفه تماما اخليك اجبرك انك تتفرج. المسرح بصي فيه سحر للمسرح حقيقه، يعني اول ما بتخش على خشبه المسرح وتحس ان الاضاءه كلها متسلط عليك انت بس، وكل الناس اللي جايه تتفرج دي بتتفرج عليك انت بس، ومنك ممكن بحركه او بافيه او بكلمه تخلي كل الناس تضحك او كل الناس تبكي، فانت بتحس ان انت شويه يعني واخد نفسك كده شويه مبسوط يعني. فانا بحس ان المسرح هو اللي بيكشف الممثل الجيد من الممثل اللي مش جيد، لانه ما فيهوش هزار، وبيثقل الفنان جدا. بيثقل الفنان لان انت ممكن تقع تحت اي سبب، ممكن يحصل ديكور حاجه تحصل له، ممثل نسي، فانت بتشوف رد فعلك. او لا قدر الله تعبك انت، يعني تعب مثلا الممثل يوم العرض مثلا، يعني ممكن يبقى جاي له تعب او حاجه، فبس لازم يبقى يعرض، طبعا لو عنده برد او في حد توفى او في حاجه حصلت، حالتك النفسيه عامله ازاي؟ ما تقدرش، لان الناس دافعه تذكره وبتتفرج، فانت ده لازم الناس تبقى مبسوطه. عايز اقول حاجه تاني، ان انا محظوظ اني تقريبا عرضت 2255 مره على خشبه المسرح. ما شاء الله، ف رقم اعتقد ما فيش شاب في المرحله العمريه دي يعني عرضوا. انا عرضت في نجوع وفي كره وفي اماكن انا لا يمكن كنت اتخيل اني اعرض فيها. كنت بعرض عرض اسمه اولاد البلد تبع البيت الفني للمسرح، قعدنا 3 سنين نعرض في العرض، رحنا كل مكان في محافظه في جمهوريه مصر العربيه، مفيش مكان ما رحناهوش يعني. وقابلنا ناس اتعلمت من ده كتير جدا، اتعلمت اني امثل على خشبه المسرح، اتعلمت اني امثل قدام الناس، اتعلمت اني امثل في اي حته في اي مكان، ممكن امثل في الجنينه، ممكن امثل في الشارع، في كل مكان، ورد الفعل بتاع الناس مختلف في كل مكان. فانا كنت مبسوط جدا بالتجربه دي، لانها خلتني اشوف المنظور التمثيل من جانب اخر يعني. لان انا كنت بشوف في اطفال صغيرين بيقولوا لي ملحوظات انا نفسي مش واخد بالي منها. زي ايه؟ يعني مثلا يجي يقول لي هو انت وانت كنت بتقول ان انت فقير مش لاقي تاكل ومش عارف ايه، بس انت كان في ايدك مش عارف حاجه غاليه، فانت ازاي في ايدك حاجه غاليه وانت ما قصده؟ هو ما يعرفش ان لها مدلول في الاحداث يعني في الاخر. قوه ملاحظته كطفل مركز، ومركز ان انت ليه قلت ده دلوقتي؟ وليه رمشت بعينك وانت بتتكلم؟ وليه خلي بالك كمان شويه، عشان انا كنت بعمل فلاحي الشخصيه، وكنت بعمل حد مسيحي يعني، فكنت قلقان جدا من موضوع ان اعمل ان بالذات لو انت بتمثل حاجه مش انت يعني. انا كان شويه خايف ان حد يتفرج فيحس ان انا شويه مش مهتم بالشخصيه يعني، او الفئه نفسها، او اللي انا بتكلم عنهم يعني. فكنت ببقى حريص جدا ان الشخصيه تطلع لطيفه الناس تحبها، وفي نفس الوقت تتعاطف معاها.